السلام عليكم، راح اشرح لكم عن باوربوينت مع تراي كومونز فاجيناليس. انا شرحت لكم المورفولوجي، هذا هو رسم اضافي خليت لكم اياه بالباوربوينت، نفس التاشيرات اللي اشرتها. لاحظ الانتيريور فلاجيلا، قلنا هو طبعا بير شيب وذ اكزوستايل، وعندنا بوستيريور اكزوستايل، وعندنا النيوكليوس تكون مميزه وواضحه. السيتوسوم ما واضح، ما رسمي. وعندنا كوستا اللي يعني يعتبر كسبورتينج اوف اندوليتنج ممبرين. قلنا اندوليتنج ممبرين هو شنو؟ عبارة عن the fifth الفلاجيلا راح ياخذ شكل يكون كيرفي شيب، فيستند على كوستا مما يكون عندنا فتغشى ما يسمى بالاندوليتنج ممبرين. طبعا extend the anterior membrane بالفاجينالس الى one half of body. زين، هذا هو فقط قلنا مثل ما قلت لكم عنده بس stage واحد اللي هو تروفوزويد. هذا الشكل اخر يمثل عندنا الالكترون مايكروسكوب of vaginalis. لاحظ الانديلكتين ممبرين يم الانتيريور اند، والبقية الكوستا واضحة، والفلاجيلا بقية من جهة اخرى. وهذا الصورة الثانية تمثل عندنا السلايد. شوف يعني شكل النيوكلس تكون كلش واضحة، والأندوليتك ممبرين واضح، والفلاجيلا والكوستا أيضا واضحة. وهاي صور أخرى. يعني بالنسبة للتراكموس فاجيناس عندي هذا السلايدين مهمين، هذا السلايد والقبلها، هالثلاث سلايدات مطلوبة منكم. وهاي المقارنة قلنا عليها، قلنا التراكموس فاجيناس تكون هي the largest one، بعدين عندنا trichomonas hominis، وعندنا trichomonas tenax. قلنا trichomonas hominis endolytic membrane توصل حوالي تقريبا يعني يغطي كل الجسم whole of the body، والtenax يكون two-thirds of the body. وعندنا التينكس يكون habitation مالته وين؟ بالقم والماوث. وعندنا الهومينس باللارج انتستين، وعندنا trichomonas بالفاجينا and urethra male and female. Life cycle تكون simple life cycle between men and يعني الهوست هنا عندنا men والwomen. راح نشوف تروفوزويد number one، تروفوزويد بالvaginal or prostatic secretion and urine ممكن ألاقي. وراح يصير عندنا multiplication by longitudinal binary vision، وينطينا also تروفوزويد آخر. هذا هو فقط لايف سايكل بسيط، بس اعرفوا لي اياه انفكتيف ستيج وداينوستكس. فاكيد انفكتيف والداينوستكس ستيج هنا شنو؟ تروفوزويت، وهذا مطلوب. هاي الصوره اخرى تمثل المرات تسبب عندنا ايروجن بالسيرفكس اوف وومن، ما يعطي بهذا الشكل، شكل يسموه ال